السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا عدنا إليكم والفصل السابع بالنسبة لمراجعة مادة الأحياء. طبعا مادة الأحياء نفس ما اتفقنا هي مراجعة مركزة وشرح وملخص بالتفصيل بالنسبة للأشياء المهمة في الوزاري. قبل أن نبدأ بالفصل السابع طلابنا الأعزاء، أحب أنوه أنه توجد قناة تليجرام خاصة بينا، يوجد عليها يعني اختبارات، أوكي، واللي يحب يدخل ويتقوى بالمواد كلها ليس فقط بمادة الأحياء يقدر من خلال وصف الفيديو أن يدخل لها ويستفاد من الأسئلة ومن التلخيصات الموجودة بداخل قناة التليجرام. يلا طلابنا خلونا نشوف الفصل السابع شنو الموجود به. طبعا هو عن الإخراج. أعرف الإخراج هي عملية طرح الفضلات نتيجة الفعاليات الحيوية في الجسم، لأن بقائها فيه يؤدي إلى تسممه، ومن هذه الفضلات هي اليوريا. مهمة جدا. سؤال يقول: ما أنواع الأخراج في الجسم؟ وضحها بالتفصيل. طبعا أولا الأخراج الكلوي وهي موجودة، الأخراج الجلدي، الأخراج الرئوي، الأخراج الهضمي، وكل وحدة وتعريفها قدامها. إذا ما تلحق على المحاضرة أو على الفيديو ممكن نتكلم بصورة سريعة، لا تقدر توقف الفيديو أو تبطئه، موجودة هاي الميزة بالنسبة ليوتيوب. سؤال: مما يتركب الجهاز البولي في الإنسان؟ الجواب مالت: الكليتان، الحالبان، المثانة. سؤال: صف مكونات الجهاز البولي في الإنسان. أولا الكليتان، عضوان في التجويف البطني ملاصقتان للظهر، وتكون كل كلية على هيئة بذرة الفاصوليا. تحتوي كل كلية على عدد كبير من النبيبات البولية، يدخل الكلية شريان كلوي، يخرج منها وريد كلوي، وفي وسطها تجويف صغير يمث بداية الحالب المتسعة داخل الكلية يسمى حوض الكلية. طبعا اثنين الحالبان، مو هو يقول لنا وصفه. الحالب انبوب عضلي دقيق طوله 22 سنتيمتر، وهو يصل الكلية بالمثانة. عرف المثانة: كيس مكون من أنسجة عضلية ملساء غير إرادية، وتوجد عند منطقة اتصال المثانة بالمجرى البولي. ما هي بعض أمراض الجهاز البولي؟ داء السكري واحد، وأيضا هذا الشرح مالته. متى يقاس مستوى السكر في الدم؟ جواب مالته: يقاس عندما يكون الإنسان غير متغذي أو عند استيقاظه في الصباح، لأن مستوى السكر يرتفع بعد وجبات الطعام. سؤال: ماذا يحصل إذا زاد أو قل مستوى السكر في الدم عن مستوى الطبيعي؟ يؤدي إلى اضطراب عمل في جسم الإنسان، مما يسبب حدوث جلطة قلبية. أما إذا انخفض مستوى السكر يسبب الإغماء. سؤال: علل كثرة الإضرار عند الأشخاص المصابين. سبب ليش؟ لأن كمية الإنسولين تكون غير قادرة على إجراء موازنة داخل الجسم، لذلك تقوم الكليتين بطرح كميات السكر مع الإضرار إلى الخارج. ما هي الأعراض؟ الشعور بالتعب، كثرة العطش، تزداد الأعراض تفاقما إذا كان الشخص مصابا بأمراض أخرى. العلاج، طبعا هاي العلاجات موجودة قدامنا. علل لا تترشح جزيئات البروتينات مع البول في الحالة الطبيعية بسبب كبر حجمها، يا حجم شنو؟ البروتينات طبعا. سؤال: ينصح الأشخاص المصابين بمرض البول الزلالي بالإقلال من ملح الطعام، ليش؟ لأن زيادة ملح الطعام في الأكل يؤدي إلى زيادة نفاذية النبيبات البولية. سؤال: ينصح الأشخاص المصابين بمرض البول الزلالي بالإقلال من تناول اللحوم أيضا، ليش؟ لأنها لا تخزن بالجسم مثل الدهون، بل أن الجسم يحتاج إليها بصورة مستمرة وبكميات محدودة، وما زاد منه فإنه يطرح للخارج على شكل يوريا. طبعا الأعراض شن هي الأعراض؟ التعب، كثرة البول، حرقة بعد التبول، ظهور بثور حمراء على الأرجل. عرف أو العلاج، ما هو العلاج؟ العلاج هاي قدامنا، الوقاية أيضا. طبعا عندنا سؤال يقول هنا: عرف الأظافر وأذكر أهميتها. أجزاء متقررة تفرزها خلايا الطبقة المولدة لها أهمية كبرى في المحافظة على نهاية الأصابع. منين؟ من التشقق، وتفيد في السهولة التقاط الأجسام المختلفة، كما يمكن مقارنة الأظافر بالمخالب الموجودة في الحيوانات اللبونة التي لها وظيفة دفاعية. سؤال:
ماذا يحدث لو كانت نهاية الأصابع القدمين واليدين غير مغطاة من الأعلى بالأظافر؟ شنو السبب؟ إيش راح يصير؟ تكون عرضة للتشقق والجروح المستمرة. عرف الغدة العرقية. ما هي الغدة العرقية؟ قناة غدية ملتفة القاعدة تحيط بها مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية، وتقوم قاعدتها في طبقة الأدمية، ولها فتحة خارجية تسمى المسامة الجلدية. ما هي المسامة الجلدية اللي احنا نقول مسامات جلدية؟ عرف. الفتحة الخارجية لقناة الغدة العرقية لها دور في الإخراج الجلدي وخفض حرارة الجسم. هذا تعريفها. مما يتركب العرق وما أهميته وما أسبابه. يتكون من 99% من ماء، والباقي أملاح مذابة ويوريا، وله أهمية كبيرة. لاحظ أهميته في خفض درجة حرارة الجسم صيفا، ويحدث لأسباب عديدة منها الحمى وممارسة الرياضة وعند الشعور بالقلق والارتباك والخوف أو الأسباب مرضية مثل فقر الدم. عرف الحمى. شنو هي الحمى؟ احنا نقول عليها السخونة. هي حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 37.5 درجة مئوية، ويتشكل خطرا على حياة الإنسان. ولكي يقوم الجسم بوظيفة دفاعية، فإنه يلجأ للتعرق لكي تنخفض درجة حرارته مرة أخرى. عرف الغدة الدهنية. غدد منتشرة في أدمة الجلد، وظيفتها ترطيب الشعر وسطح الجسم، وتكون معدومة في باطن اليد. طبعا هنا نتكلم بالتفصيل عن الغدد اللبنية. غدد مكونة من عدد كبير من الأقنية، والتي تفتح بفتحة صغيرة تسمى الحلمة، وتزود بالمواد الغذائية اللازمة من الدورة الدموية اللام، وهي تفرز الحليب الذي جعله الله سبحانه وتعالى غذاء مثالي للرضيع. علل. الحليب غذاء مثالي للطفل الرضيع. ليش؟ لأنه حاوي على جميع الشروط من نظافته وتكامله ودرجة حرارته التي تكون مناسبة للطفل الرضيع. سؤال: كي يمكننا المحافظة على صحة الجلد، شو نسوي لازم؟ أولا، الاستحمام المنتظم، الوقاية من مسببات الخدوش والجروح، عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة، مراجعة الطبيب عند ظهور البثور أو أي مرض جلدي آخر. سؤال يقول هنا عدم مس أو نكملها عدم مساس بثور المراهق التي تكون بسبب إفراز الهرمونات، عدم عمل أي وشم على جلدك لأن المواد المستخدمة ليست صحية، مراعاة عدم لبس الملابس الضيقة التي تعيق حركتك. حدوث ما يسمى بالمغص الكلوي. شنو السبب؟ بسبب نزول الحصى من حوض الكلية، يؤدي أحيان عديدة من شدته على عدم قدرة شخص على الحركة. شنو الأعراض مالته؟ هاي الأعراض مالته طبعا تقدر توقفها وتشوفها، والعلاج مالته أيضا والوقاية من عنده هذه. سؤال: ما أهمية الجلد؟ يقوم الجلد بالمحافظة على الجسم من المؤثرات الخارجية المختلفة، كما يكون مس أو يكون مسؤول عن التخلص من السعرات الحرارية الزائدة من خلال طرح الماء الزائد الحاوي على الأملاح واليوريا الخارج عن طريق الغدد العرقية. سؤال: مما يتركب الجلد؟ طبقة البشرة، الطبقة المتقربة، والطبقة المولدة، وطبقة الآدمة. مهمات جدا. عرف الطبقة المتقربة. شن هي؟ خلايا طلائية جافة ميتة ملتصقة مع بعضها بعضا، تندثر تدريجيا من خلال احتكاك، ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة المتولدة. ما ميزات الطبقة المتولدة للجلد؟ شن هي مميزاتها؟ خلايا حية لها القابلية على الانقسام المستمر. طبعا الخلايا حبيبات صبغية تسمى الميلايين أو الميلانين، التي تعطي لون البشرة لأي شخص حسب درجة تركيزها. 4. تكون هذه الطبقة مسؤولة عن تكوين الشعر والأظافر، كما توجد فيها الغدد العرقية. 5. لا تحتوي على أوعية دموية، بل تتغذى من خلال تشريح البلازما من الأوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها. طبعا عرف الميلانين حبيبات، جواب مالته صبغية توجد في خلايا الطبقة المتولدة للجلد، تعطي لون البشرة لأي شخص حسب تركيزها وكثافتها. عرف الطبقة الآدمة. طبقة متعرجة السطح مشكلة ما يعرف بالحليمات، التي توجد عليها نهايات الأعصاب الحسية، وهي مكونة من أنواع مختلفة من الأنسجة الرابطة. طبعا هنا يقول عدد فقط ملحقات الجلد. شنو هن ملحقات الجلد؟ الشعر، الأظافر، الغدد الجلدية.
لهنا طلابنا الأعزاء انتهى بالنسبة للفصل